يعني منظرهم واو جد. ما بيأمن جاد بالمشوي. ما بيأمن شفتي ما رد عليكي. يعني إهانة عرفتي؟ عرفتي ليلو المشوي إهانة. بس مش أنا الرقاقات أطيب. مش أنا مش قصة أطيب أكيد رقاقات لازم يكونوا مقليين. إيه. أطيب بس كاتيا يعني الزيت بس يكون حامي عم ياخذ القلي معنا يمكن 15 ثانية. ما عندك انه نزلوا بالزيت وطولوا شربوا الزيتات فاساسي بالقلي خبرينا هلا بين ال 15 والدقيقتين بيفرقوا ما بعرف ماني اكيد لا بس كاتيا جايبة كتير القهوة حسم ايه جاي مطولة مع الرقاقة هلا انا بصفي ضميري وبقول مشوي قطي احسن بس انه ما في مشوي شو بعمل مش بايدي ما خلصني انا عم كفي قلي اسم الله طلعوا كتار لكن لا كل لا عندنا نوعين العريضه فيها حلوم العريضه فيها الحلوم اوكي مزبوط هونيك شو في روكفور هونيك فيها روكفور فيها بارميزان فيها موتزاريلا فيها عكاوي هيدي بلاتيكات بناكلها بايدنا او ليك ايه هيدي فينجر انا رح اكلها بايدي هيدي فينجر فود اوكي هيك هيك مقليه يعني خلينا نكفيها على الاخر واو ايه واخدة نقطة مش فار لأنه غير زهرة بس ما كتير قوية لأنه مش بس روكفور شو فيها؟ مبينة فيها شيء فيها كيوي فيها موتزاريلا وبارميزان روكفور لحالها رح تكون كتير قوية ما رح تكون طيبة يامي شو خبدوني أكل رائعة الحلوم أكلي كثير طيب هاي حلوم هاي حلوم تنشوف الحلوم حلوم وريكوتا اوه رائعة رائعة أنا عم كفي قلي وراح نغوص فيهم هلا قد ايه حلو قلي قلي ما في بروبلم كميات وتحطي بالفريزر اوه بنقليهم هن فروزن جاب ايه أكيد ما بتأثر البارت ايه أبدا حلو طيبين ما رح نكثر منهم تما نتضايق من القلي جاد لكن امبارح بين الفطاير وبين الرقاقات اليوم المشاهدين صار عندهم يعني عم نعمل معجنات ينوعوا بالمعجنات صح اللي هي الناس بتحبها بس مغيرين شوي بالحشوات يعني مدخلين اذا بدك الاشياء اجنبيه عليها ونفس الوقت تركين بقلبها اشياء عربي يعني بين الحلوم والعكاوي حلو مشاهدينا رح ناخذ وقفه ومنكفي بماي سلكشن بعد هالبريك